إذا كنت قد تشرفت بدعم هذا الفينالي ورعايته منذ انطلاقته، فذلك لإيماني بأن الإبداع هو البساط الأخضر الذي يجمعنا. ومنذ أكثر من 50 عاماً وهذه الجمعية خيمة، ومنذ أكثر من 50 عاماً وهذه الجمعية خيمة حافظت على الفن الكويتي وساندته، ولقد قام الفنانون بكتابة تاريخ الكويت براً وبحراً وشعراً وصوتاً، وتبقى الكويت حضناً لكل فنان ولكل مبدع، وتبقى أرضنا حبلى بالأخضر والأحمر والأصفر والبنفسجي، وبألف زهرة تنتظر الربيع.